على بعد بضع مئات من الأمتار عن قلب العاصمة دمشق، وفي نقاط حساسة جدا وبهمة مرتفعة ترابط كتائب من الجيش الحر على جبهة عين ترمة، التي لا تقل أهمية عن باقي الجبهات في الغوطة الشرقية، حيث تعتبر عين ترمة من المناطق التي تفصل الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق، وتمتد هذه الجبهة حوالي 3 كيلومترات، مما يتطلب جهدا كبيرا من الثوار الذين يرابطون على مدار 24 ساعة لمنع تسلل عناصر النظام إلى الغوطة الشرقية. جبهة الغوطة الشرقية من جهة الشام من اتجاه جوبر وحتى الكباس، وتمتد هذه الجبهة على مسافة تقريبا بحدود 2 كيلومتر ل 3 كيلومتر. طبعا الفرقة الأولى مشاهد تأخذ أحد هذه الجبهات في منطقة عين ترمة، والتي نناوب عليها على مدار 24 ساعة لمنع تسلل ميليشيات الأسد والإيراني والميليشيات الإيرانية وجماعة حزب الله. يواصل الجيش الحر انتشاره لصد أي محاولة للتسلل من قبل قوات النظام. نرافق مجموعة من عناصر الحر وبسرعة كبيرة لتفادي القناصات والرشاشات. نحن الآن تحت مرمى قناصات قوات النظام هنا في عين ترمة. نحن فرقة الأولى مشاة مع عدة كتائب عم نشط المباني اللي فيها جيش النظام الطاغي، عم ننظفها وإن شاء الله عم نتواجه لهم وعم نتواجه القناصات كلياتها، وعم نتقرب لقدام شوي شوي كل ما لنا الأحسن إن شاء الله بإذن رب العالمين. سماء عين ترمى لا تخلو من الطائرات المقاتلة التي تقوم بقصف البلدة في محاولات منها لإعاقة تقدم الثوار. نتابع تقدمنا إلى الخطوط الأمامية في هذه الجبهة، وعلى بعد عدة أمتار من قوات النظام نلتقي بأحد القادة الميدانيين ليحدثنا عن الأوضاع الميدانية في أرض المعركة. جبهة ينتشر عليها الجيش الحر تماما المنطقة هي، مثل ما شايف هذا هو خط الجبهة الأول. هلا احنا على مرمى رمايات القناص ميليشيات الأسد، هالنقطة هون وبعيدين تقريبا حتى مسافة 100 إلى 150 متر في نقاط حتى 50 متر، وحسب طبيعة الأرض الموجودين عليها احنا ما فينا نتقدم طبعا النقطة هي أكثر من هيك، لأنه مصير طبعا تحت الرمايات المباشرة للقناصين الموجودين أمامنا. رغم قلة الذخيرة ورغم استخدام النظام للمدرعات والطائرات، فإن الثوار مصممون على البقاء هنا والتصدي لقوات النظام والميليشيات الشيعية التابعة لحزب الله، إلا أنهم كحال بقية جبهات الغوطة الشرقية يعانون من نقص الذخيرة وافتقارهم للسلاح النوعي. نحن نحتاج إلى دعم بالذخيرة حتى نستمر في الدفاع عن منطقة الغوطة الشرقية، ونحن لن نتحرك من منطقتنا حتى لو اضطر أنه الدبابات تطلع على أجسادنا. يقول الثوار هنا أنه رغم قلة السلاح والذخيرة، إلا أن ثقتهم بأنفسهم وبسلاحهم الخفيف والمتوسط يستطيعون تدمير عناصر النظام ومدرعاته. هذه لم نجد أوريال نيوز الغوطة الشرقية.